سوريو قعد اكتشاف اثنين يعني، او طريقه اللعب عندك المسلوسي وفتوح. طريقه اللعب انك انت تقدر تنفذ. ما ده انا شرتوك في كلام قلت ده شغله كان بيعمله سوريو قبل. اللي انقذ حمزه المسلوسي من الرحيل فيريرا. فيريرا حوله من باك رايت لمساك في ثلاثة. فده اول حاجه ابتديت ايه تبص للمسلوسي نظره تانية. احسن لاعب في المباراه وسوريو طور فيه بنى الكوره. الراجل جوميز طور بقى حاجات تانية خلاه ذكي جدا في استلام الكوره، وعمرك ما تحس المسلوسي لما تحت ضغط ان هو يعني مزنوق. بدايته اسمح لي برضو بدايته ما كانتش احسن حاجه، كل الناس كانت بتطلب على فكره، والاستوديوهات التحليليه وكل الناس كانوا بيتكلموا لك المسلوسي على الزمالك كاجنبي وبتاع. صح. فالراجل طور حاجات. هو جوميز كمل حاجات بالذات في فتوح ابتداها اسوريو والمسلوسي ودونجا انفجر مع الراجل ده. شحاته لا بس سيبك من شحاته دلوقتي. دونجا انفجر مع الراجل ده لسببين. الراجل ده دونجا لعيب جامد، وطارق شعبان انا بقول في داره ان هو كان من الناس او هو الوحيد اللي كان لا طبعا انا فاكر الكلام، وقال لك دونجا لازم يلعب اساسي منتخب مصر. لا فاكر كان بيقاوم بس كانت ما فكرك على فكره الكلام ده ما بنساهوش. تمام. عارف المشكله في ايه؟ ان المشاهد بيشوف اللعيب دلوقتي. لا المشاهد انت تقصد حاجتين واتفق معايا الطرف كده. في مشاهد بعين فنيه زيكم وزي طبعا اخواننا المدربين الكبار طبعاً. وفي واحد مشاهد زيي بعين المشاهد اللي هو عايز لعيبه الكوره دي. بص يا كابتن محمد ده. يعني في 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 حاجات في الكوره يعني عشان تنجح لازم بيكون في عوامل حواليك بتنجحك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي يعني ممكن الكوبايه دي تكون قدامي اهي وما فيهاش اي حاجه محطوطه، ما فيهاش اي حاجه، ممكن لما تحط فيها حاجه سخنه تنفجر. صح ولا لا؟ ولو ما اتحطتش الحاجه ما انفجرتش، فانا مش عارف هل لو هي الكوبايه فاضيه انا مش عارف الكوبايه دي هتقدر تستحمل الحراره ولا مش هتستحملها، فالعوامل اللي حواليها الحراره اللي بقت موجوده هي دي اللي خلتني اعرف اذا كانت الكوبايه دي الكواليتي بتاعتها كويسه ولا لا. ده برضو بيحصل في الكوره. بيحصل في الكوره ازاي؟ ان انت في لاعب كوره عمرك ما هتاخد منه احسن حاجه او عمرك ما هتشوفه بالشكل الحقيقي ليه طول ما اللي حواليه مش موجودين، يعني مش بالجوده اللي تقدر تساعده اللي هو يبين احسن مهامه. احسن عنده بالظبط. اللي كان بيحصل مع دونجا قبل كده ان هو كانت الكواليتي اللي حواليه في فرقه الزمالك مش احسن حاجه، وكلنا متفقين على كده وكل الناس متفقه على الكلام ده، ان الزمالك كان عنده مجموعه لعيبه اقل بكتير جدا من اللي هي تلعب في نادي الزمالك، وده بيأثر على كل الناس اللي موجوده في الملعب. ولكن دونجا اي حد كان يتفرج عليه وكان شافه في بيراميدز او في هو جابوه من بيراميدز ليه؟ عشان كان جنب منه ناس جامده بالظبط اللي بيقولوا شام صح، يعني كان عبد الله سعيد موجود، رمضان موجود، الناس دي كلها موجوده، فكان دونجا قادر اللي هو يكون كويس لان حواليه ناس كويسه. لما بدا الكواليتي يعلى في نادي الزمالك في الفتره الاخيره فالطبيعي ان دونجا هيبان بالشكل الطبيعي بتاعه. الشكل الطبيعي بتاعه اللي هو اللي احنا شايفينه دلوقتي، اللي هو احسن لاعب نمره 6 موجود في مصر، وان هو اللي يستحق يكون موجود في المنتخب. هو الراجل برضه صار ان في يبقى تشكيل ثابت التشكيل طبعا. جوميز بيقعد يغير في الاماكن كلها في فرقه الزمالك، لكن الوحيد اللي ما بيتغيرش هو دونجا. ليه؟ لان هو الراجل ما فيش بديل ليه. طيب انا كان في معلومه امبارح قالها الكابتن دودار وشاركوا لي رايي فيها. قال لك انه في بنسبه كبيره جدا عوده طارق حامد مره اخرى الى نادي دونجا. ماشي مرنه جدا. مش قصدي لا انا اكمل لا يعني انا قصدي ايه؟ طارق حامد لو جه مفيش اي ازمه، انت عادي جدا. هو دونجا اصلا هيبقى عندك شحاته وطارق يعني الاثنين يعني هدوا الثقل كبير جدا يعني. بس انا شايف ان الزمالك مش محتاج طارق حامد، يعني انا في رايي مش الزمالك عنده يعني. لا بس انا يعني اقول لك حاجه، بس انت بتتكلم في لعيب يعني خلاص كسر ال 33 سنه 34 سنه بس مش طارق. انا خلي بالك انا قصدي ايه، طارق ده بيته يعني. انا دايما نادي الزمالك فيه ميزه، انا ما بقارنش، نادي الزمالك عنده ميزه ان بيقدر ولاده كويس جدا. انا بالنسبه لي لو طارق حامد رجع دونجا مرن جدا ان يلعب 8 هيعض رجل اي حد. لا بس انا مش مع ان هو يلعب 8 الصراحه، لكن انا بكلمك ان انت عندك طب مرونه. رد عليه لا هو انت عندك مرونه. خلي بالك انا ما بتكلمش، دونجا دلوقتي 6 عالمي، لكن في حاله دي جت مش معناه ان دونجا ما بقاش ليه مكان، لا تعرف تتعامل بدونجا في حته. طب واحد بالاداء اللي ماشي بيه شحاته في الفتره الاخيره. لا شحاته لسه، خلي بالك شحاته في ناس هجمت جوميز في الاول. هو ده شحاته بتاع ماتش الاسماعيلي؟ لا بس اول ماتش عارف ايه خامه الراجل ده. خلي بالك هقول لك سر يعني. صنايعي هقول لك سر. في فيديو جه بعد مباراه الفاينل هو بيلعب سيف فاروق جعفر، لا اول واحد نط عليه وشاله هو سيف فاروق جعفر.
على مهاب ياسر على زياد كامل. الراجل ده بيتعامل نفسيا مع اللعيبه بشكل كويس جدا، وخلي بالك ايه عادل، وهو بيبقى ايه عايز يحمي اللعيبه. هو الاجانب ما عندهمش لعيب انا مش مقتنع بيه هينزل ملعب غير لما يديني مينيمم 50% من اللي انا عايزه. هو جوميز لا اشحاته، لعيب خامه جامده جدا، لما كان قعده شويه هو بيحميه، بيطور حاجات بسيطه جدا عشان يديله حاجه، وده اللي بيحصل دلوقتي. في ناس هنا تقول لك في نزل فلان اعمل فلان جرب فلان، لا خلي بالك الراجل كان جاي في وضع صعب. انا اقول لك حاجه، الراجل ده كان ماسك الميريا، كان عنده الريليشن والعلاقه مع اللعيبه هي سبب مروحه من الميريا للسعوديه. المعالي المستشار تركي الشيخ لما لقى حب اللعيبه ليه وهو خلاص مسك النادي بس هيمشيه، فراح جاب له التعاون عشان خاطر الراجل ده فعلا مدرب كويس. وخلي بالك الراجل ده مظلوم ان هو لم يقود نادي قبل كده، نادي كبير يجيب بيه بطوله، فاهم؟ فهو الراجل دلوقتي تقول لي خد ثقه، اقول لك اه الكلام ده بيعمله في سنه اولى افريقيا. انا كنت خايف في المباراه النهائيه ان معاه ثعلب معين الشعباني، ده 2 دوري ابطال وده راجل لسه جديد في افريقيا. بدليل ايه؟ بدليل حاجه هنروح لها يا طارق، كولر بدايته مع النادي الاهلي كانت ايه؟ 5-2 من سان داونز. ليه؟ نزل انا هشتغل شغلي بلعب كره هجوميه بره وجوه. اول لما عرف ان افريقيا ما بتجيش كده تحول الى غول. بكلمك في 11 مباراه اقصائيه الكولر لم يتعرض لهزيمه، 11 مباراه اقصائيه ما خسرش. ليه؟ هرش افريقيا، عرف بلعب نقطه فارقه في تاريخه مع النادي الاهلي طبعا. انت طبعاً. دلوقتي هل ده جوميز في بدايته؟ لا، جوميز كان بيعمل روتيشن كان ممكن يغيرني عادي تمام، لكن هو ابتدى قال لك لا لازم اعقل احاول اوصل لتشكيل كويس. راجل عنده ميزه، وشفت له حوار امبارح كان قال لك انا خلي بالك هو ما اختارش اللعيبه، هو ما اختارش اللعيبه، هو داخل على لعيبه مكرره في مراكز. يعني تيجي تبص لا الزمالك عنده نص الملعب تحديدا كمان تمام. طيب فين باك ليفت مع فتوح؟ ما جبناش. فين فيرو التاني مع الجزيري؟ ما جبناش، بس في كثافه في ناحيه اليمين. ف برضه كتر خير مجلس الاداره ان هو خلي بالك السيوله اللي اتحطت في فك القيد كانت خليته بيبص على لعيبه مش غاليه ولعيبه كتيره بتنفعه في حاله تعثر مره اخرى، وبتنفعك ان انت من الاعراض دي فلوس.